ممكن دلوقتي ان احنا نشوف برضو بعض امثله للاربن فويدز اللي موجوده في القاهره بشكل عام بدون ما ندرسها بالتفصيل. هنلاقي ان في اربن فويدز كتيره جدا موجوده في القاهره، واللي احنا هنقوله ده مجرد امثله بس عشان تبقوا متخيلين الاربن فويدز دي موجوده حوالينا ازاي. لو بصينا حوالينا اكيد هنلاقي اربن فويدز في اماكن كتيره جدا جدا جدا. القاهره من المدن اللي مليانه اربن فويدز نتيجه للتراكمات الزمنيه اللي موجوده فيها، سواء على مستوى الكونتمينيشن او الانفراستراكشر او تحت الكباري زي ما احنا ذكرنا قبل كده. احنا مقسم هنا في تقسيمه كده للاربن فويدز، سواء على مستوى اربن فويدز احنا عارفين انها اربن فويدز لكن لسه ما تمش استغلالها، وفي اربن فويدز مستغله هنشوف برضو بعض الامثله ليها. دي امثله لبعض الاربن فويدز، ال 12 مثال دول بعض الاربن فويدز الغير مستغلين. في عندنا مثلا على مستوى مقالب النفايات في مقلب قمامه في السلام، مدينه السلام، وده قريب جدا طبعا من مدينه سكنيه، ف طبعا المفروض ان ده يتشال ويتحول لبابليك بارك او اي نشاط يفيد السكان. في مقلب قمامه العبور والقطاميه، في مقلب ابو زعبل، ده يعتبر في القليوبيه لكن يعتبر القاهره من ضمن القاهره الكبرى، لان منطقه ابو زعبل تعتبر قاهره كبرى برضو تتبع القاهره الكبرى، لان القاهره الكبرى هي القاهره واجزاء كبيره من الجيزه واجزاء من القليوبيه برضو. في منطقه برضو سوق السيارات في مدينه نصر، اكيد هي مستغله كحركه سيارات، لكن مش ده الاستغلال الامثل اللي ممكن يفيد المدينه. فمن ضمن تعريفات الاربن فويد مش بس انه فراغ غير مستغل، ممكن يكون فراغ اندر يوزد، يعني الاستخدام الحالي اقل بكتير من امكانيات المكان، فده برضو ممكن نعتبره ان هو اربن فويد. في برضو من ضمن الاماكن اللي ممكن نعتبرها اربن فويد الارض بتاعت الحزب الوطني الديمقراطي السابق اللي كان فيها مبنى الحزب الوطني قبل ما يتهد، ده يعتبر برضو اربن فويد كبير، وممكن استغلاله خصوصا ان هو ووتر فرونت بيطل على النيل، فمكان فيه فرصه كبيره جدا لاستغلاله طبعا، ممكن يبقى ليه عائد بيئي واقتصادي واجتماعي رهيب على القاهره لو تم استغلاله بشكل امثل، لو تم استغلاله بالشكل اللاندسكيب اربانيزم، مش ان انا ابني مبنى عملاق في المكان ده. الاستخدام الامثل ليه زي ما حصل في برلين كده، ان متنفس زي ده ممكن يبقى متنفس كبير جدا جدا للقاهره، فالافضل ليه طبعا ان هو يتحول لحاجه زي كده. طبعا بالنسبه بقى للفراغات اللي تحت الكباري، يعني امثله ملهاش حصر وكتيره جدا جدا جدا. في طبعا كباري اللي في مدينه نصر اللي في مصر الجديده، في مثلا كوبري دهشور في الجيزه، حتى في مقالب النفايات برضو، في مقلب الوفاء والامل برضو في مدينه نصر، محطات المترو طبعا تعتبر اربن فويد زي ما احنا ذكرنا، محطات المترو الارضيه اللي مش تحت الارض زي محطة مار جرجس ومحطة مترو غمرة. طبعا المحطات دي بتفكرنا على طول أول ما نشوفها كده نفتكر المثال بتاع الريزد جاردنز اوف سانس اللي موجودة في برشلونة، اللي تم استغلال الأسطح المهملة دي ووصلنا ضفتين المدينة ببعض. فلو عملنا كده برضو في منطقة زي مار جرجس، خصوصا ان فيها مناطق أثرية كتير ومناطق ليها قيمة تاريخية زي الكنيسة المعلقة وزي مسجد عمرو بن العاص والمتحف القبطي، فالمنطقة دي طبعا مفصولة تماما عن المدينة بسبب الأربن بارير اللي موجود ده، فطبعا دي من المناطق اللي ممكن تستغل ويطبق فيها نفس الفكرة. طبعا تحت الكباري في برضو كوبري مؤسسة الزكاة من المناطق دي.